كده فندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده فندي الحكاية دي. عبده قال له قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه عبده؟ المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها، ما تتقدمش. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا ايه؟